نقطة حوار جديدة مع محمد عبد الحميد، أهلا بكم. اليوم قوة الدفع في حوارنا اثنان من أكثر الهاشتاجز النشطة عربيا على موقع تويتر. على مدار الحلقة سنستعرض آراءكم المباشرة هاتفيا، آراء ضيوفي، وكذلك أبرز الآراء الواردة أونلاين سواء على تويتر حيث اشتعلت هذه الهاشتاجز أو على نوافذ نقطة حوار الإلكترونية المختلفة. تواصلوا معنا على الهاتف على 00442077650211، نصيا على 00447930404 أيضا على bbcarabic.com، على صفحاتنا على فيسبوك وتويتر أو صفحة الشخصية على تويتر @محمد_news. ما هي هذه الهاشتاجز التي تحرك حوارنا تحديدا اليوم؟ إذن زميلتي ديانا عبد القادر تخبرنا. ديانا أهلا بك. أهلا محمد. اليوم نناقش موضوعين في الحقيقة، الأول تحت هاشتاج اطرد السفير البريطاني، والثاني موضوع هاشتاج فيديو مواطنة أو فيديو المواطنة كما يوجد في الإنترنت. جدل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي حول هذين الهاشتاجين، وأثير الموضوعان في كثير من المحافل مثل فيسبوك، تويتر، الصحف في مصر تحديدا، هناك الكثير من التعليقات. نحاول إعطاء صورة كاملة أو صورة شاملة لجمهور نقطة حوار حول ما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، والمزيد من تعليقات المشاركين لاحقا في الحلقة. بالتأكيد أنا سأعود إليك، إذن ابقي متابعة للهاشتاجان على وجه التحديد لكي نتعرف على الآراء التي وردت. شكرا جزيلا ديانا. اطردوا السفير البريطاني، إذن بمثابة دعوة في هذا الهاشتاج حظيت بأكثر من 10,000 تغريدة من اتجاهات مختلفة. السفير البريطاني في مصر كل ما فعله هو تويتا قال فيها التالي: عايز تشتغل في السفارة البريطانية، نرحب بالجميع ونرحب بابن عامل النظافة. تغريدة أغلب المتابعين رأوا فيها إشارة مبطنة للضجة التي أحدثتها تصريحات وزير العدل المصري السابق محفوظ صابر أن ابن عامل النظافة لا يمكن أن يلتحق بسلك القضاء. التصريحات تسببت حتى لاحقا في استقالته. تقييم التغريدة بين كونها ممازحة أو تفاخر بقيم المساواة البريطانية وصولا للتدخل في شأن مصري داخلي سنتحدث عنه لاحقا ربما، لكن كذلك نبحث لماذا كان الهاشتاج بهذا النشاط؟ ما الذي جذب المتابعين له؟ وما هي حدود تقبل السخرية ومن من نتقبلها تحديدا؟ دعونا نبدأ من مكان الجدل، من القاهرة. عينة عشوائية سألنا فيها مجموعة من المصريين، كاميرا نقطة حوار سألتهم عن رأيهم عما إذا كان يحق للدبلوماسيين الأجانب التعليق على أحداث أو تصريحات لمسؤولين مصريين بالصيغة التي وردت في تويتة السفير البريطاني. أنا شايف إن هي حرية، وإن دي ما تعتبرش تدخل في السياسة ما دام إحنا في عصر الحرية. لا، ده تعتبر تدخل في الشأن المصري، يعني إحنا ما نقدرش نتدخل إحنا في حاجة ما تخصناش في بلدهم، وهم ما يتدخلوش في حاجة تخصنا في بلدنا. من حق أي فرد، مش دبلوماسي بس، من أي واحد يحقق حتى على القضاء وعلى أحكام القضاء. ده مش من حقه، لأن أي سفير مصري في أي دولة ما يتدخلش في قضايا أي دولة. لا مش من حقهم، بس هو ده بيحصل بقاله فترة بصراحة. المفروض يبقى إحنا لينا تدخل، إحنا نمنع الكلام ده. الدبلوماسيه بتاعتنا هنا هي اللي تبقى مسؤوله عن كده. مش من حق اي دوله تدخل في دوله تانية بالكلام بشكل دبلوماسي ده، بس هي ده السيم، يعني دوله قويه بتعمل كده في الدول اللي مش قويه، واحنا عشان نثبت نفسنا احنا اقوياء لازم يبقى في رد لحاجه زي دي. وفي الوقت الحاضر اللي احنا فيه ده، يعني البلد مش مستحمله ان حاجه صغيره تتقال تقلب الدنيا، فاحنا عايزين الاستقرار وعايزين البلد تبقى يعني في حال احسن من كده. طيب، بين من حقه ومش من حقه تنوعت آراء المصريين. من يرى في الأمر تدخل مباشر في السياسة الداخلية ربما لن تقبلها بريطانيا نفسها، ومن يرى أن الرجل علق على أمر عام أثار الكثير من ردود الفعل في مصر ومن حقه أن يعلق عليه طالما في حدود اللياقة والأدب. آراء مختلفة، سأتعرف على آرائكم أنتم كذلك على الهاتف مع مجموعة من المتصلين. زهير، علاء، وائل وممدوح، الجميع يريد أن يشارك في نقطة حوارنا اليوم. زهير يتحدث من الأردن وأبدأ معه. زهير أهلا بك. هل من حق السفير مساء الأنوار، هل من حق السفير البريطاني أن يعلق في تغريدة كالتي أشرنا إليها على مدار في مصر؟ هل هذا تدخل في الشأن المصري الداخلي أم هو أمر مقبول؟ مساء الخير أستاذ محمد. أهلا وسهلا. أنا بعتبر أنه هذا التدخل ليس تدخل بالمعنى الصريح،
إنما أراد أن يثبت طريقة غير مباشرة وذكية كعادة الساسة الإنجليز بأنه إحنا نحن العرب وخاصة المسؤولين وأصحاب القرار ما زلنا نمارس العنصرية بالفكر والتصرف والقول والعمل. هذه ممارسات ورحنا بالقرن العشرين الحادي والعشرين. الاحترام يجب أن يبدأ من داخلنا من عنا، ولما إحنا بنحترم بعضنا بنجبر الخارج على احترامنا وما يتدخل ولا يحكي. طيب كيف تفسر الغضب إذن الذي بدأ؟ طبعا هي مش كل الأراء كانت غاضبة، بالعكس هناك أراء ساندت السفير، لكن عدد كبير من الأراء كان غاضبا من هذه المشاركة لدرجة أنهم بدأوا الهاشتاج الذي نتحدث عنه اطردوا السفير البريطاني. كيف تفسر الغضب إذن؟ سيدي لازم احنا نغضب من اللي حكى أساسا، اللي عمل المشكلة كلها، من الوزير اللي عمل المشكلة، لأن السفير هذا الموجود بمصر هو مدير إدارة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية سابقا، مسؤول عن التواصل بين الأمريكان وبريطانيا في بلاده، سفير يجيد اللغة العربية وبده يكون بيطلب أنه يكون مقبول لدى الشارع عبر تغريداته وتواجده في مناسبات شبابية كتيرة. طبعا أكيد هذا للوصول إلى أهداف معينة لربما تظهر فيما بعد بعد مرور الوقت، يعني بحاول يحضر كل منتديات الشباب، بحاول يعمل حاله انه هو حقوقي بطالب بالعدالة وبالحرية وما يكونش فيه عنصرية، فمن هون هو بحاول انه يجذب الشباب لإله لشيء ما في المستقبل. لكن طيب هو الفكرة أيضا ما إذا كان هذا من حقه أم لا وفقا للقواعد الدبلوماسية. يا زهير شكرا جزيلا، ودعنا نسمع لرأي علاء. علاء يتحدث من بورسعيد، ما إذا كان يتفق معك في الرأي أم لا. علاء تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أختلف مع اختلاف كلي. دعنا في الأول بس نوضح كلمة سفير. السفير ده موظف دبلوماسي، من المفترض أنه هو دولة بتبعثه لدولة أخرى أو لمنظمة عالمية بيمثلها، بيبقى ليه مهام محددة. المهام المحددة رعاية مصالح دولته دي أول حاجة، وبعد كده بتدعيم العلاقات الدبلوماسية ما بين دولته والدولة اللي هو مبعوث فيها. فبالتالي السفير ما بيمثلش نفسه، بيمثل الدولة وبيمثل سياسة الدولة اللي هو مبعوث منها. فبالتالي ما ينفعش إن احنا نقول سفير بيهزر أو سفير بيضحك أو سفير بيقول مزحة، إن دي علاقات دول. طيب بس هو التغريدة لم تأتي بانتقاد مباشر ولا يوجد فيها حتى إشارة إلى حادثة بعينها، كل الغضب فهم ضمنا إلى ماذا كان يشير على وجه التحديد. هذا أيضا غير مقبول تعتقد؟ هو غير مقبول إن هو يهرج أو هو يهزر، دي غير مقبولة في علاقات الدول الكبيرة. حتة إن هو ممكن يصير قضايا تانية، وقضية تانية مثلا زي مثلا دعم بريطانيا للجماعات الإرهابية زي جماعات الإخوان المسلمين. فهي حط نفسه في موقف وحط بلده في موقف مش مظبوط. طيب. فبالتالي الناس كلها بترفض إن هو يكون في الوضع ده. طيب شكرا يا علاء. ولذلك ربما أو للأراء مثل رأي علاء خرجت أو خرج هذا الهاشتاج اطردوا السفير البريطاني، وتم التعليق عليه بعدد كبير من التعليقات، بعضها مؤيد للسفير ويرفض فكرة الطرد، لكن البعض الآخر كان غاضب بشدة. لماذا انتشر الهاشتاج بهذه الطريقة على وجه التحديد؟ وممن نتقبل السخرية أحيانا أونلاين وممن لا نتقبل؟ معي في الاستوديو المدون كارل شارو. كارل أهلا بك. لماذا انتشر الهاشتاج بهذه الطريقة؟ صراحة بدك تحطه بالإطار أنه في حساسية زائدة بمصر آخر كم سنة من أي تدخل خارجي بالشؤون المصرية الداخلية. أنا برأيي هذا الإطار الأوسع للموضوع. يعني نحن أنا على طول شخصيا حتى بقول أنه أهضم شعب عربي هو الشعب المصري، مشهور بخفة ظله. لنوصل لدرجة أنه إيحاء يثيرنا بهالدرجة معناتها في عنا نحن المشكل. لأكيد إلى خلفية أنه أسلوب استعمال السفراء تحديدا البريطانيين على وسائل التواصل الاجتماعي
هذا الـ يعني الـ 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 هذه الوسيلة للتعبير أنه نحن خفيفين الظل ونحن مهضومين ونحن سياسات بلداننا كتير متقدمة عنكم، ممكن ينتقدها الشخص وأنا منتقدها شخصيا لأنه بتغطي كتير عن سياسات كتير سيئة بتلعبها بريطانيا بالشرق الأوسط، بس ما يوصل فينا لدرجة الحساسية أنه مسحة صغيرة ما نقدر نتقبلها، خصوصا أنه يعني نكتة بس عن بعبر عن وضع المشكلة خاص. تعتقد في المسحة في حد ذاتها أم من من أتت المسحة؟ يعني أكيد الشخص من أكيد من الشخص اللي أتت منه، بس أنا برأيي الرد الأنسب لهيك مسحة جاية من شخص يمكن ما منحب يقوم به النقد هو الرد عليها كمان بسخرية. يعني أنا صار معي موقف مشابه بالماضي مع السفير البريطاني بلبنان، رديت بطريقة سخرية ساخرة وهو رد علي بطريقة ساخرة، عمل فيديو ردا على أنا نص كنت أنا كتبته عنه، صار فيها مثل كأنه حوار بيني وبينه، بس مع أنه أنا يعني ما ترجعت عن نقدي ولو عبرت عنه بطريقة ساخرة، بس يعني هذا ممكن تعملها بأسلوب ساخر. هذا نوع من الدبلوماسية الجديدة تعتقد نستطيع أن نسميها كذلك؟ هو هذا الإشكال الكبير لألي أنا، ليش دول بالنهاية كانت دول يعني مش من زمان كتير كانت دول استعمارية كتير كبيرة وبعد عندها دورة يعني منه كتير نظيف اللي بتلعبه خصوصا بمنطقة الشرق الأوسط، بتحس أنه مفروض تجمل صورتها عبر استعمال وسائل التواصل الاجتماعي كأنه الناس ما بتعرف خلفية التدخلات السياسية إلى غيرها، يعني اللي بيعملوها بدول الدول العربية. هذا بعبر أنا برأيي عن نوع من القلق عندهم هن عن كيف صورتهم بتنشاف برا، نوع عن تراجع الثقة بالنفس، أبدا منا بالنسبة لي دليل على أنه هن فعلا واثقين من نفسهم. يعني في نوع من التضعضع لحتى أنه لهالدرجة الاستماتة لحتى نحن بنخلي العالم يشوفوا أنه نحن مهضومين ونحن خفيفين الظل وإلى غيره. يعني الدول من 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 قبل ولا أبدا كانت تعاطى بهالمواضيع والسفير يلعب دور كتير راسين. بهلا إذا هالإشكالية هي من عندهم أنا برأيي نحن فينا نتفاعل معها بشكل خفيف الظل ومهضوم ونقدي. ممكن يكون من المواطنين العاديين ولا من المسؤولين؟ لا من المواطنين العاديين. يعني أنا شخص بستخدم تويتر كتير للتغريد، بعتبر أنه بفعال أكتر أنك تكون مهضوم بالموضوع. يعني مثلا لو الهاشتاج الرد إجا بأسلوب مثل ما المصريين دايما بيعلمونا، يعني من أول ما طلعنا على تويتر في عندهم هاشتاجز كتير خفيفة الظل وقادرين على المزاح والتنكيت بشكل رهيب، أنا برأيي كانت فعالة الوصلة النقطة أكتر. طيب آخر شيء قبل أن نعطي مجال للمتصلين، لماذا لم يحدث هذا الأمر؟ إذا كانت عادة المصريين كما تفضلت أنهم يأخذون الأمر بالكثير من المزاح، هل فقط لحالة الاضطراب أو الشد والجذب الموجود في المجتمع أكيد المصري؟ أكيد 100%. أنا لاحظت التغيير بآخر سنتين بمصر، يعني صار عندي حتى مشاكل شخصية مع ناس بعرفهم شخصيا، يعني كنا نحكي بالشأن المصري بشكل كتير مفتوح، يعني من قبل 3-4 سنين صار في حساسية أنا برأيي زادة عن اللزوم وبتغطي شوي على الحس الفكاهة وخفة الظل المصرية. يعني في تشنج كتير يمكن مفهوم شوي تجاه التدخل الغربي، وفي يمكن نحن اللبنانيين منفتحين أكثر على النقد، بس صار في نوع من حالة الاحتقان والتشنج أنا برأيي هيدي بتعبر عنها بشكل كتير. علاء ما زال معي. علاء إذا كان لك تعقيب آخر، استمعت بالتأكيد لما قاله كارل. تمام. هو انا برجح اللي هو اللي حصل دوت اللي هو برضو الانقسام اللي موجود في الشارع المصري دلوقتي ما بين اخوان ونظام قائم ودعم بعض الدول للاخوان، فهديت بتجعل الناس عندها حساسيه شويه لاي ضحك بتقال او اي كلمه بتتقال، فبالتالي هي حصلت الهاشتاج ده نزل اطرد السفير البريطاني. شكرا علاء. وائل من مصر ايضا من الجيزه على وجه التحديد، اريد ان اعرف وجهه نظره، كيف راى هو تغريده السفير والأهم كيف رأى ردة فعل المصريين بصددها؟ أولا تحياتي لحضرتك وبرنامج نقطة حوار على نقاطه الجميل. أهلا وسهلا. وفي بس أنا عايز أشكر الأول وزير العدل السابق اللي هو محفوظ على الجراءة بتاعته وعلى التصريح اللي هو صرح بيه بأن ابن عامل النظافة أو عامل الفران ما ينفعش أنه يشتغل في القضاء. تمام؟ هو تفوه او اتكلم عن قاعده فقهيه موجوده في وزاره العدل،
فانا بشكره عن الجرأة بتاعته ان هو اتكلم كده. طيب هي مش قاعده، هي هو عرف سائد لا يتم الحديث عنه بشكل علني، وربما هنا جاءت الصدمه ان لاول مره وزير عدل يتحدث عن عرف او امر واقع وكانه قانون حتى، برغم ان هو مخالف للدستور المصري. هذا موضوع اخر ولكنه على صلة، أنا معاك بالتأكيد، لكن الحديث اليوم عن ما قاله السفير البريطاني وكان شديد الصلة على هذا الموضوع وردت فعل المصريين عليه أيضا. جميل، ردت فعل السفير البريطاني أنه هو تكلم من واقع ديمقراطية هو بيمارسها، فقال والله أنا برحب بابن عامل النظافة يشتغل في السفارة ما فيش مشكلة خالص. فهو بيتكلم أن دي حقيقة، يعني هو ده الواقع، أن سواء أن دولة بريطانيا أو السفارة هنا بتتعامل فهي بترحب بده. بس هو هنا من حقه تعتقد، يعني هذا قد يكون الواقع في بريطانيا، لكن هل من حقه ان يتحدث عن الواقع المصري في اشاره راها البعض ولك وكانها سخريه مباشره؟ هو لا، هو من حقه ان هو يتكلم. لو هو قال فين؟ قال في السفاره. السفاره دي في مصر هي مكان بريطاني، يعني هي ارض بريطانيه على مصر، وهو بيتكلم في السفاره، اهلا بيه في السفاره، فهو ده من حقه وهو يتكلم طبيعي. السخرية كانت راحت من الناس اللي هي شايفة أن الموضوع ده تدخل، وأنا شايفه مش تدخل ولا حاجة، رغم أن أنا شاب من الشباب بنرحب بالفكرة أو بالطريقة اللي هو تناولها، وأنا شايفة أن وضع طبيعي، وأن هي الديمقراطية مش كلمة، الديمقراطية ممارسة. أنا هو بيتكلم من واقع ديمقراطي، وخير دليل على ذلك باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، هو أصله إيه وترتيبه إيه وأصبح فين دلوقتي. طيب آخر شيء، ردة الفعل المصرية التي بدأت الهاشتاج الذي نتحدث عنه، فكرة اطردوا السفير البريطاني، كيف تفسرها؟ كارل هنا يرى أن الأمر ربما يتعلق بتشنج موجود في الشارع المصري، لذلك كانت ردة الفعل مبالغ فيها. هو ده الوضع الطبيعي، أن احنا ما زال في انقسام بين الرؤية الحكومية والرؤية المعارضة اللي هي مش موجودة أصلا. فبعض المؤيدين للنظام الحالي شايفين ان ده تدخل في الشان المصري، وبناء عليه عملوا الهاشتاج ده. بس على النقيض الثاني، الجبهه المؤيده او الشباب شايفين الموضوع ده عادي، فحتى هم شافوا الموضوع بانه ده طبيعي، فما حدش علق منهم عليه. فدي الفكره، انا شايف ان الموضوع طيب. طبيعي خالص. وائل شكرا جزيلا. كارل، الفكره في حد ذاتها ربما تتعلق ب ليس المحتوى ولكن طريقة إيصال الرسالة أحيانا. هناك من تحدث خلال التويتس التي وصلت إلينا أو التعليقات أن كان هناك إحساس من نوع من أنواع التعالي من تغريدة السفير البريطاني. هل الدبلوماسية الجديدة، إذا كان هذا المصطلح يمكن أن نقره، فشلت في اتخاذ طريقة مباشرة سهلة مناسبة للتعامل مع مجتمعات مثل مصر؟ في اختلاف كتير هلا بالاساليب، بس انا برايي في نوع من التعالي عام بكل الوسائل اللي عم تستعملها الدول الغربيه تحديدا لمقاربه المجتمع العربي. اذا بتنظر، بعطيك مثال، في حساب على تويتر للسويد بالعربي، البلد السويد بالعربي، كل الوقت وصار في انكتب عنه انه بيخلق حاله من الياس لدى الشباب العربي، انه كل الوقت شوفوا السويد شو منيحه، نحن شو بلد ممتاز، ما حدا هون، الزباله بتنلم على الوقت، كل الامور ماشي الحال، مثل كانه عم بينكدوا علينا وعم بي ويعني مقصوده، بس عم فرجونا انه بلدنا احسن من بلدكم. مع يعني ممكن تكون الرساله شيء ثاني خالص، الغرض منها شيء دعايه وليس بقى هي قهر. دعايه يعني، بس دعايه من جهه، طيب فعلا دعايه، بس انه من جهه انه عم تقهرونا وانه عم بتزيدوا لنا من همنا، نحن معروفين كل مشاكلنا وانتم عم بتخبرونا انه الكلاب عندها بتروح فرص وبتتوظف بالسويد ونحن الانسان مش قادر، وعندها اوتيلات وعندها فنادق وهالامور. انه يا اخي طب لشو جايين تشوفوا حالكم علينا، نحن البلدان اللي عم مرئين باوضاع مأساوية واوضاعنا يعني مش منيحه. بقى بتصير مثل هالنوع، برجع برده انا انه هيدي الفكره، مثل كانه لا نحن يعني رح نشوف حالنا على العرب، لانه عرفت نحن القلق عندنا، نحن عند الغرب عم بحكي. معقول هذه الدول ليست مدركه ان هذه الرسائل يمكن أن تأتي بتأثير سلبي كالذي ذكرته؟
أنا برأيي لا، أنا برأيي لأنه في حالة من الانجراف غير النقدية نحو وسائل التواصل الاجتماعي، أنه خلص حيالله شغلة بتعملها على وسائل التواصل الاجتماعي يعني كول مثل ما بيقولوا بالإنجليزي، وأنت عم تفرجي حالك أنه فيك تتواصل مع الشباب، مش صحيح، لأن العالم كله نقدية، وفعلا الشباب العربي يعني عنده حس نقدي كتير كتير قوي، بيقدر يعني بشوف هذه الأمور شو الهدف وراها. أنا برأيي في يعني هاي النبرة الفوقية ونبرة التعالي، يعني يعني ما تزيدوها علينا، وعارفين نحن بلادكم، طب لو هالقد انه بلادكم متقدمه اعطونا فياز لنسافر لعندكم. هو ده فعلا من ضمن التويتس بالمناسبه اللي جات لنا والتعليقات خفيفه الظل. البعض اقترح اذا كان السفير يرحب بابن عامل النظافه كموظف، طب اعطونا فياز مجانا. انه عم تعدوا الوقت عم تخبرونا انه بلدكم كثير منيح بس ما عندنا فرصه نسافر لعندكم، طب الدعايه يعني ما لها هدف بالنهايه. القهر بس القهر. طيب ممدوح من القاهرة، أريد أن أعرف وجهة نظره في القضية الأساسية، ما إذا كانت التويتة نفسها مقبولة من شخص في منصب السفير البريطاني أم لا، وردت الفعل المصرية هل كان مبالغ فيها؟ هي ردت الفعل المصرية، أولا مساء الخير محمد وحي ضيفك الكريم. أهلا وسهلا. أولا ردت الفعل، أولا إحنا كشعب مصري زي ما قال ضيفك الكريم شعب بيحب المزاح والسخريه، ولما لاش حد بيسخر منه او بيمزح على نفسه وبيمزح بنفسه. فتزامن خروج التويته ديت بتاعه السفير مع تصريح السيد الوزير السابق هو الذي ادى الى هذا الاحتقان. ليه؟ لان الناس بصت لها، يعني احنا عندنا السفير الامريكي بيتجول في مصر زي ما هو عايز وبيتجول في العشوائيات وده ما بنقولش عليه تدخل. قبل كده حدث خروج للمتهمين من القضايا وما قلناش عليه تدخل، يعني اشياء اقوى من تويتا، وبالرغم من كده لم نعلق عليها، انما علقنا على تويتا ووصلنا السفير للطرد لمجرد مسحه، يعني الراجل قالها لشعب بيمزح، شعب اصلا هو بيحب المزاح، ولكن تحولت تويتا الى موضوع ثاني اخر، وده كان سببه تزامن التويتا مع تويتة الوزير العنصري اللي انا من وجهه نظري انه عنصري. طيب ممدوح شكرا رأيك. شكرا جزيلا لك. واخر شيء كارل، هل يجب ان نضع الامر في اطار ان تويتر او فيسبوك او اي مواقع تواصل اجتماعي حتى وان كان صار لها سنوات ليست بالقليله لكنها ايضا جديده جدا، ما زلنا نحبو في فكره التعامل مع هذه الوسيله وكيف نستغلها حقا، ام هذه طبيعه الوسيله حتى لو مر عليها 200 سنه ستبقى بهذه الجدليه الشديده؟ لا يعني في من جانبين، في جانب انه اكيد بالضبط في كتير عالم بتلاقي كتير مشاكل لانه ما بتعرف حدود التواصل بهالموضوع، يعني انت ما عم تعمل تصريح رسمي بتعتبر انه انت مرتاح بتصير بتعبر عن نفسك بشكل عفوي اكثر، مما بيؤدي الى يعني الكثيرين والكثيرات من المشهورين بيعملوا هفوات كتير كبيره بيضطروا يمحوها او يعتذروا عنها، يعني بعد فيها الاشكاليه العائده الى انه هيدي الوسائل الجديده، بس كمان في اشكاليه كتير كبيره هي بحد نفس تعريف الوسيلة نفسها، انه ليش العالم بتحبها؟ لانه بتقربك كثير من الشخص، بتصير بتشوفه بشكل عفوي اكثر، خصوصا نحن معودين بالاعلام العربي انه وقت يجي الضيف المشهور في كثير من التزلف وكثير من المجامله، ما في صراحه، بقى لقيناها بهيدي بشكل كثير منعش لنا لانه اخيرا فينا نتواصل معهم بشكل عفوي. بهيدا على طول الوجه الاخر لهيدي الميزه لها وسائل التواصل الاجتماعي انه فيك باي لحظه ترتكب هفوه، بس انا برايي يعني حتى بالغرب بيصير في انفعال بشكل لا منطقي ورد فعل لا منطقي، انا برايي يعني الجميع انه لازم يرتاحوا شوي اكثر، ناخذ الامور بفكاهه اكثر، وخلي العالم تعبر عن نفسها، يعني كل ما ضيقنا هالامر وعملنا مشاكل كبيره من تغريده وحده عم 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 نعمل الوضع اسوء لنا كلنا. المدون كارل شار، وشكرا جزيلا لك، شكرا شرفتنا لألك. النهاردة في نقطة حوار. آخر اتصال يتعلق بهذه النقطة ربما أخذه من عمر من الشرقية كي أعرف وجهة نظره عن هذه القضية أيضا، فكرة التويتة التي صدرت عن السفير البريطاني والغضب المصري بصددها. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام، أهلا وسهلا. تحياتي لك ولضيوفك ولمشاهدي تلفزيون الـ TBC. أهلا وسهلا، تفضل. سأجيب على سؤالك بعد أن تسمع مني سؤالي، ولكن لا أنتظر منك ردة. طيب قول السؤال تفضل. لماذا في هذا الوقت أعلن السفير البريطاني عن هذه الوظائف في الوقت الحالي تزامنا مع ما قاله وزير العدل المستقيم؟
طيب ما... ربي على سؤالك. انا لا انتقد سوء، انا لا افترض سوء النيه في تغريده كابتن السفير، ولكن البعض يتخذ هذا على المحمل السيء ويعتبره اصطيادا في الماء العكر. حتى ولو اثبت واوفى فيما قاله، المشكله ان التوقيت لم يكن في صالح كابتن السفير نهائيا. ولو رايتم المتابعين على المتابعين للحدث على فيسبوك وتويتر انتقدوا تصريحات السفير اكثر من انتقادهم لتصريحات الوزير المستقيل نفسه. وليعلم السفير ان شعب مصر شعب غياشم بطبعه، فلا يتلاعب على هذا الوتر الحساس. ولكن انا رايي ان بريطانيا دوله حريات تتكلم على ما هي عليه من عادات وتقاليد، وانها تبرهن على انها عندها حريات ولا تمت الى العنصريه بصله. ولكن كل المشكله يا فندم ان التوقيت كان غير مناسب. طيب يعني هو من حقه يا عمرو، لكن التوقيت الذي اختاره غير مناسب، هذا ما افهمه منك. من حق اي سفاره في الدنيا ان يعني هي تعلن عن وظائف، لكن لا احنا ما بنتكلمش على اعلان عن الوظائف، خلينا صراحه. احنا ما اثار الغضب هو الجزء الاخير من التويته الذي قال فيها ونرحب كذلك بابناء عمال النظافه، طبعا في إشارة إلى الوزير المستقيل وما قاله. بهذه الصيغة هل من حقه أم لا؟ نعم من حقه. بس التوقيت غلط. نعم أنا بالضبط التوقيت غلط. أنا عمرو من الشرقية، أنا ابن عم النظافة، فبوجه رسالتي للسفير إن كان صادقا ويوفي بوعدي، هل بابه مفتوح ليا؟ هو ده اللي قاله، ما اعرفش هو صادق ولا لا، يمكن يكون بيسمعك، واذا كان صادق تقدم للوظيفه اذا كنت اهل لها، ربما تحصل عليها عمرو. هذه الاجابه التي استطيع ان اقدمها يعني، وكل التوفيق طبعا، لكنه قال ذلك، دعنا نامل ان يكون صادقا. شكرا جزيلا يا عمرو على هذه المشاركه. ومنذ البدايه لدينا الكثير من الاتصالات الهاتفيه ما زالت على الهاتف، لكن للاسف الوقت المخصص لهذا الهاشتاج انتهى، لم يبقى فيه فقط الا ان اعرف كيف دار أونلاين، وهذا هو بداية انطلاق الحوار. زميلتي ديانا عبد القادر تتابع الحوار الإلكتروني منذ البداية. ديانا أهلا بيكي، هل هناك رفض لتصريحات السفير أم دعم لموقفه؟ نعم محمد، مثلما أثارت تصريحات وزير العدل المصري الكثير من ردود الأفعال، وأيضا تويتت السفير البريطاني كاسن لغطا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، أيضا موضوع الحلقة أثار نقاشا واسعا كذلك. هناك تعليقات ما بين السخرية والنقد، بل أحيانا يلجأ المشاركون إلى التحليل السياسي. لكن هل يرفض المشاركون موضوع الحلقة بمجمله ولا رافضين بس تغريدات السفير؟ لا، هم لا يرفضون، على العكس، هناك الكثير من المشاركات والموضوع أثار نقاشا واسعا. لذلك هناك مثلا آراء كثيرة رفضت تغريدات السفير البريطاني واعتبرتها تدخلا في الشأن المصري، وطالبت برد فعل فوري من وزارة الخارجية المصرية. هنا نستطيع أن نعرض رأي رمضان محمد. رمضان يقول: السفير البريطاني تجاوز العرف الدبلوماسي وتخطى كل الحدود وكأنه وزير في الحكومة المصرية، شيء لا يمكن قبوله. أيضا مشارك آخر يعلق على فيسبوك في نفس الاتجاه، مشيرا إلى أن ما يمكن أن تثيره مثل هذه التصريحات من عداء عند المصريين تجاه بريطانيا. يقول هذا المشارك: السفير البريطاني تدخل في الشأن الداخلي المصري، وهو بذلك يهدد العلاقة المصرية البريطانية ويهدد المصالح البريطانية في مصر، ويستدعي ذكريات المصريين المؤلمة عن الاحتلال البريطاني. يعني كنت أتحدث عن ذلك مع ضيفك، وعكس تماما الغرض من أي بعثة دبلوماسية أعتقد. نعم. على الجانب الآخر كانت هناك تعليقات كثيرة مشيدة بتغريدات السفير، ورأى الكثيرون بأنها تصب في صالح الدفاع عن فكرة المساواة بين البشر. حسني رجب محمود علق في تغريدة له كتبها، يقول: التغريدة التي كتبها السفير البريطاني هو تعاطف إنساني مشروع، وإبداء الرغبة في الاستفادة بالكفاءة العلمية لابن عامل النظافة بدون تمييز اجتماعي، وهو ما يتفق مع الدستور والتشريعات المصرية، ولا ينطوي التصريح على هجوم أو نقد سياسي، حسب قول حسني وحسب تعليقه. فارس هندي أيضا يقول: أعتقد أن السفير أراد أن يوصل رسالة مضمونها الترحيب بجميع الفئات المجتمعية، خاصة المرفوضة منها. أحمد أبو الضيف: أعتقد أن موقف السفير البريطاني هو موقف إنساني وليس سياسي، وهو تعبير غير صريح عن رفضه للتمييز العنصري في مصر. أيضا رودولف قال
أيضا في هذا الاتجاه أيضا الموضوع متعلق بكرامة وحقوق إنسان ومبدأ المساواة بين البشر وليس شأنا مصريا فقط. يعني هذه التعليقات التي كانت مؤيدة لتغريدة السفير. طيب لكن هل دائما خلال المشاركات هناك رابط ما بين تصريحات السفير البريطاني ومقال وزير العدل المستقيل؟ هل الرابط هذا حاضر دائما في المشاركات؟ محمد فعلا يعني هذا الرابط كان موجود، وبما أن التغريدة تتعلق أيضا بما قاله الوزير، هناك عدد من التعليقات التي حاولت تناول هذه القضية بشكل هزلي، منتقدة تارة تصريحات الوزير التي أثرت القضية في الأساس، وفي تارة أخرى منتقدة تغريدات السفير جون كاسن. منتصر يقول السفير البريطاني مستغرب من أن هناك أناسا في القرن 21 ويفكرون بعقلية القرن 12. هذا يعني واحد رد ساخر ممكن أن نقول أو منتقد. أحمد فهمي يتساءل حول توقيت مثل هذه التغريدات تماما كما كان أحد المتصلين، ويقول هو يعني ما افتكرش ابن عامل النظافة إلا لما حصلت مشكلة. واضح أن هي مجموعة مختلفة من الآراء، أعتقد أنها ستستمر في التوالي يا ديانا، لكن للأسف الوقت المخصص لهذا الهاشتاج انتهى. ديانا شكرا جزيلا، سأعود إليك لاحقا لنتحدث عن الهاشتاج الآخر كما قالت لنا ديانا في البداية. الهاشتاج الثاني الذي يحرك الحلقة اليوم هو هاشتاج فيديو المواطنة. الهاشتاج لدينا ويشير إلى مواطنة إماراتية اشتبكت في مشادة مع عبير صبري الممثلة المصرية وفريال يوسف الممثلة التونسية. في الفيديو تظهر السيدة الإماراتية تعترض على ملابس الفنانتين بشدة، وعندما سئلت من هي تحديدا الإجابة كانت أنا مواطنة إماراتية وهذا من حقي. الحديث كان حادا وجاءت به بعض الألفاظ المسيئة، ما دفع شرطة دبي أن تصدر بيان تقول فيه إن التصرفات هذه السيدة لا تمت للشعب الإماراتي بصلة. المهم أن الفيديو والهاشتاج اجتذب عددا كبيرا من المتابعين، بين من يرى ببساطة حق المواطنة الإماراتية في الدفاع عن قيم مجتمعها كما تراها هي طبعا، ومن يؤكد أنها ما كانت لتفعل المثل لو أن من يرتدي الثياب غير اللائقة من وجهة نظرها مرة أخرى كانت امرأة غربية. هل هي حادثة عنصرية أم من حق هذه السيدة التصرف بهذه الطريقة؟ ومرة أخرى لماذا اجتذب هذا الهاشتاج كل هذه المتابعة؟ سنجيب عن كل هذه الأسئلة، ودعونا نبدأ بتلقي الإجابات على الهاتف مع مجموعة من المتصلين، وأبدأ بعبد الله يتحدث من الإمارات مكان الواقعة نفسها. عبد الله أهلا بك، هل تعتقد أنه كان من حق هذه المواطنة أن تتصرف كما فعلت؟ أولا تحية طيبة لكم. أهلا وسهلا. وللمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. يقولون أن الكلمة مثل الرصاصة، إذا خرجت لا تعود، وإذا لم تصب تحدث ضجيجا. عموما ما يحصل مع الفنانة عبير صبري في أحد مجمعات دبي التجارية لا يخرج عن هذا السياق. عبير صبري تعرضت لما قيل أنه احتجاج لفظي خاص من جانب مواطنة لم ترق لها طريقة لبس الفنانة العربية، لأنها رأتها بملابس عارية، ولو لم تكن المغنية فنانة لما حدث مثل الأمر في حينه وما حدثت تلك الضجة. يعني المشكلة أنها ممثلة تعتقد أم المشكلة أنها عربية أم أين المشكلة؟ إن كانت ممثلة أو غير ذلك، فهذا الحادث يبقى فردي لا يعكس أولا قيم ولا طريقة استقبال شعب الإمارات لضيوفه، وهذه مسألة يعرفها القاصي والداني ولا يحتاج أخي العزيز إلى إثبات. قد يقول قائل أن الزائر للدولة ينبغي له أن يلتزم بقوانينها وعاداتها وتقاليد شعب الإمارات المحافظ، وأن يحترم مشاعر أبنائها في السمع والبصر وكل ما يتجاوز دائرة الحرية الشخصية، وهي حق مصور لكل مواطن ومقيم وزائر. هذا صحيح، لكن الصحيح أيضا أن معالجة أي ظاهرة أو أي سلوك ليس من صلاحية أي شخص عابر للطريق
وإلا ستتحول المعالجة إلى فوضى. وفي منطلق الأحوال ما حصل، الأمر لا يخرج عن نطاق مكانه وزمانه، ولا يجب أن نسلم قضايانا وبعض الإشكاليات البسيطة لموقع التواصل الاجتماعي لأنها. وهذه نقطة مهمة جدا يا عبد الله، وربما موضوع سؤالي لإسماعيل من الكويت عن السبب في أن الهاشتاج كان شديد الانتشار والفيديو كان سريع الانتشار جدا برأيك، لماذا حجم الاهتمام بهذه القصة تعتقد كان كبير؟ إسماعيل تفضل. ألو إسماعيل أنت على الهواء، تفضل. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا حضرتك. أنا شفت المقطع الفيديو وبصراحة حسيت فيه بالإهانة لكل المصريين. يعني أنا بسأل الإنسان اللي بتقول لها أنا مواطنة إماراتية وفدرتي هذا كلام فيه نوع من التعالي والكبر على الإنسان هذه. وبعدين بأي حق هي بأي حق تحاسبها في يعني بأي حق تقول لها أنت لابسة كده ليه؟ يعني هذا اللبس ده حرية شخصية. طيب بس هو حرية يعني شخصية، لكن الجانب الآخر أو من دافع حتى عن المواطنة الإماراتية على مواقع التواصل الاجتماعي يرى أن لكل مجتمع منظومة أو إطار معين من العادات والتقاليد، من يزورها عليه أن يلتزم بها، وهناك حتى قائمة من التعليمات فيما يتعلق بالمظهر الخارجي موجودة في كل مركز تجاري في الإمارات. هذا هو ربما طريقة الدفاع عن وجهة نظر المواطنة الإماراتية، ومن حقها وفقا لمن يدافع عنها أن تتمسك هي بثقافتها وعاداتها. نعم حضرتك، كلام حضرتك منطقي، من حقها أن تتمسك هي بعاداتها وتقاليدها في نفسها ولا تفرضها على الناس. بس معنى كده أن يعني ما هو في برضو إطار عام للمجتمع، وإلا الناس هتمشي يعني من غير هدوم في الشارع. هذه أنا بعتبرها بلد سياحية فيها تعتمد على السياحة. ما يصير أن الناس تيجي سياح وهم يفرضوا على السياح زي يلبسوا. يعني اللي هي راحة الإمارات راحة تشتغل ولا راحة سياحة؟ طيب بس هي المشكلة تعتقد المشكلة، لأن هناك من حصر المشكلة في كون عبير صبري أولا مصرية، هذا أولا، ثانيا عربية وليست أجنبية، ثالثا ممثلة، ففي الأمر أضواء وشهرة وربما غيرة. يعني هذه من ضمن التفسيرات التي جاءت لنا. بعتبرها غيرة وبعتبرها نوع من العنصرية كمان، إن هي بتقول لها أنا إماراتية وفدرتي وكده، نوع من التعالي والكبر. وكمان طب ليه هي ما كلمتش ليه هي كمان إيه؟ إسماعيل. طيب أنا للأسف لم أستمع لكلام إسماعيل حتى النهاية، لكن أدعوه لكي يتواصل معنا مرة أخرى، ربما يتصل بنا إذا كان لديه عرض آخر لبقية رأيه. الآراء ستتواصل على الهاتف وأيضا مع ضيفتي التي ستنضم إلي في وقت لاحق، لكن ديانا كانت تتابع الهاشتاج منذ بداية اليوم. ديانا أعتقد لديك تعليقات كثيرة، لكن ما نريد أن نتوقف عنده الموقف من سلوك المواطنة الإماراتية أو ردة فعلها، هل لدينا ترحيب أم انتقاد لدى المشاركين؟ محمد، في الحقيقة الآراء انقسمت، هناك من أيد ما قامت به المواطنة الإماراتية وهناك من عارض ذلك. هناك العديد من التغريدات المدافعة عن الفنانتين أيضا، إذ رأى بعض المغردين أن تصرف المواطنة غير لائق، معتبرين أنه لا يحق لها أن تتدخل في لباس الآخرين. من هؤلاء إبراهيم الحداد يقول: لو كل مواطن اشتغل شرطة أداب لفقد مجتمع الإمارات هدوءه وانسجامه. أيضا يقول: إذا كنت عزيز المواطن حريصا فاحرص على اختيار الوسيلة الصحيحة في الرد. ريم سيف تقول: هذه المواطنة لا تمثل إلا نفسها وليس كل المواطنين الإماراتيين. البعض أثنى على موقف الإماراتيين من الحادث. ميساء العمودي غردت على تويتر: يعجبني الوعي الإماراتي والحيادية في مثل هذه المواقف. طيب لكن المنتقدين، ما هي أكثر النقاط أو الشيء الأساسي الذي أثار جدل؟
هنا أيضا انقسام، البعض انتقد الموقف بحد ذاته، والبعض انتقد الطريقة والأسلوب الذي استخدمته المواطنة الإماراتية في الرد على الفنانتين أو في التعبير عن رأيها بما يلبسونه أو تقديم النصيحة كما يقول بعض المشاركين. عبد العزيز القناعي مثلا استندت إلى العادات والتقاليد، وهو يقول عن المواطنة الإماراتية استندت إلى العادات والتقاليد والدين لتحاسب وتقمع حريات الآخرين، ولكنها لم تستند إلى الأخلاق لتحترم خصوصية الآخرين. ملاك تقول أسلوب نصح أوقح من الملابس الفاضحة نفسها. مشاركة أيضا أخرى تقول الدين نصيحة وليس فضيحة، والوطنية لا تعني التهجم والصراخ. أيضا هذه المشاركة من بين من انتقد الأسلوب الذي استخدمته المواطنة الإماراتية في تقديم النصيحة أو تقديم الانتقاد للفنانتين. من جانب آخر كانت هناك تغريدات مدافعة عن المواطنة الإماراتية محمد، وبالتأكيد يعني هذه التغريدات أتت أيضا منتقدة لتصرف الفنانتين أو اعتبرته غير لائق. عبد المجيد مهنا يقول نعم إنها فطرة المرأة الخليجية المحتشمة الشريفة التي لا ترضى بالتعري والتبرج حتى ولو كانت وسط ملايين المتبرجات. آخرون وصفوا ملابس الفنانتين بالعري. مشارك قال هو أحد من المغردين من الإمارات كما يذكر، المواطنة صارت من غير أسلوب ووقحة وشبه عارية، المواطنة صارت من غير أسلوب ووقحة وشبه عارية، صارت مظلومة ومحترمة. هو أيضا ينتقد يعني سلوك الفنانتين. نعم. صفاء سلطان، المحزن في الموضوع حماسة البعض في إنكار فعل الأخت المواطنة ويطالب بتقديمها للعدالة. يعني هناك استنكار أيضا لما قامت للآراء التي تؤيد المواطنة. نعم. طيب لكن نعم. هذا ربما يتصل بنقطة جدلية ديانا، فكرة التصوير، فكرة مقطع الفيديو الذي تم تصويره للحادثة وانتشر بهذا الشكل، هل علق المشاركون على فكرة تصوير الفيديو؟ نعم، كان هناك العديد من الآراء حول هذا الموضوع. رفض العديد من المغردين القيام بنشر فيديو للفنانتين أثناء تعرضهما لهذا الموقف، واعتبروه أيضا انتهاكا للخصوصية. أحد المشاركين، ليتها فقط قامت بالنصح بطريقة مهذبة ودون تصوير للفيديو، أقف معها تماما في معارضة الزي، ولكن لا يجب تصوير الفيديو كما يقول. بعض المشاركين أشاروا أيضا إلى أن نشر الفيديو لأشخاص دون موافقتهم يعتبر جريمة ويعاقب عليها الأشخاص حتى بالسجن، كما قالت مثلا أم محمد، تتطرق هي للقانون وتقول حتى لو كان كلامها صحيحا الأسلوب جدا خاطئ، في النهاية القانون لم يلزم بالاحتشام ونحن نعيش تحت مظلة القانون. دايانا شكرا جزيلا، مجموعة كبيرة من الآراء غطت هذه القضية أيضا وغطت هذا الهاشتاج، رصدتي لنا للأسف الوقت ضيق جدا، ضيق جدا. هناك آراء متنوعة أكثر من ذلك، ولكن للأسف لا نستطيع عرضها جميعا، لكن أدعو الجميع أن يستمروا في التعليق أونلاين على النوافذ المختلفة، وعديهم أنت أنك ستتابعي كذلك الآراء التي تأتي. بالتأكيد. دايانا شكرا جزيلا، سنستمر في الحديث عن ذات الموضوع وإن بعيدا عن الجزء الخاص بالنوافذ الإلكترونية الذي رصدته ديانا عبر خدمة سكايب من سويسرا. تنضم إلي الدكتورة إلهام المانع الأكاديمية والناشطة الحقوقية. دكتورة إلهام أهلا بك. قبل أن نحلل الفيديو والموقف نفسه، لماذا من وجهة نظرك انتشر هذا الانتشار الكبير وظهر هذا الهاشتاج بكل هذه المشاركة والمتابعة؟ ربما لأنه يتعلق بمسألة ندرك تماما أهميتها و مدى رمزيتها في مجتمعاتنا وثقافتنا تحديدا في الفترة الحالية. جسد المرأة سيدي أصبح حلبة لسجال وحروب أيديولوجية أو ثقافية بين محافظ وبين مصر على المرأة أن ترتدي زيا محددا، وبين رؤية إسلامية وبين رؤية عصرية تعتبر أن مسألة الزي هو مسألة شخصية لا غير. في المقابل من يطرح فكرة أن أي شخص يزور بلد ما عليه أن يلتزم بقواعدها وتقاليدها الموروثة، وهذا ربما منطلق هذه المواطنة الإماراتية، هي تعتقد أنها كانت تدافع عن تقاليدها التي يقال حتى أنها مكتوبة، هناك ما يقال عنه dress code على أي مركز تجاري يوضح تحديدا ما الذي على الجميع أن يرتديه أو يتجنب ارتدائه على الأقل. هل هذا مبرر من وجهة نظرك؟ لا والله سيدي، أنا لا أعتبر أن هذا مبرر، بالعكس أكثر ما أثار انزعاجي في هذا الفيديو هو العنصرية
التي عبر عنها من خلال موقف السيدة الإماراتية وهي تتحدث كمواطنة. والمشكلة هي موجودة في دول خليجية عديدة، لكنها مرتبطة، مفهوم العنصرية موجود في بلدان عربية كثيرة، في كل بلد من بلداننا يمكننا أن نصر أن هناك مفهوم عنصري في التعامل مع الآخر. عندما يتعلق بالتحديد بهذا الفيديو، كأنها المواطنة الخليجية أو الإماراتية كأنها جبلت من فرقد، وغيرها جبل من فحم. وهذه الرؤية للأسف الشديد لابد من مواجهتها. هل المشكلة يا دكتورة أن الفنانتين أولا عربيتان، ثانيا في جزء يتعلق بالشهرة، أنهم المهنة التي تمتهنانها فكرة ممثلة، هل له علاقة هذا الأمر؟ يعني هل ستختلف الصورة إذا كانت المرأة امرأة أجنبية تعتقدي مثلا؟ ما أعتقدش أنه لو كانت امرأة أجنبية أمريكية كانت المواطنة الخليجية ستتجرأ بالحديث معها بهذا الشكل، يعني أكون معك صريحة. هذا جانب. الجانب الآخر كونهما كون السيدتان ممثلتان أيضا له جاذبيته، ومع احترامي يعني هناك رؤية للأسف الشديد متفشية في مجتمعاتنا أن الفنانات أن الفن ليس فنا، أن العمل في الفن ليس فنا، ومن هذا المنطلق لعل هناك قدر من الغيرة من قبل المواطنة الخليجية، لا أدري. في كل الأحوال عندما تقول أن هناك لابد من اتباع القواعد المتبعة في الدولة، إذا كانت هذه القواعد تنتهك حريتي الشخصية لن أتبعها. سيدي. طيب فاطمة تريد أن تشارك معنا. فاطمة تتحدث من قطر، أريد أن أعرف وجهة نظرها. يا فاطمة أهلا، مساء الخير. أهلا بك، أهلا وسهلا، تفضلي. شكرا على هذا الطرح الجميل. أهلا. طبعا أنا مو في صدد الدفاع عن الموقف المرأة الإماراتية، لكن أنا أقول أن الحرية مسؤولية، الحرية موقف، ولذلك أنا أعتقد أن تصرف المرأة الإماراتية ربما الحدة مع الفنانة كان خاطئا، الأسلوب خاطئا، كان لابد أن يكون فيها مناصحة. والخطأ الثاني وقعت فيه الفنانة كان أن لابد أن تراعي أن نحن في مجتمع مسلم لها خصوصية معينة، هذه الخصوصية لازم تحترم في دول مجلس التعاون خاصة. ربما هذا مقبول في بلدها، لكن في دول الخليج يعني شيء مؤذي، المنظر العري غير مقبول. طيب هو لماذا يكون مقبول من امرأة أمريكية أو غربية عموما أن تسير بملابس معينة حتى في دول الخليج، ونحن أغلب الناس أو بعض المتابعين على الأقل ذهب إلى دبي ويعرف تحديدا طبيعة الملابس التي يتم ارتداؤها أحيانا هناك، لماذا يكون مقبول من امرأة غربية ولا يكون مقبول من امرأة عربية أو مصرية أو تونسية مثل الفنانتين؟ أنا أتفق وياك، أنا معك، حتى المرأة الغربية في بلادنا تخرج، وأنا أستنكر هذا الأمر. وأتمنى أن الحرية الشخصية مهمة، ما أنا ما بيعتدي على حرية لبس الفنانة، لكن تستطيع هذه الفنانة أن تكون في دولة فيها حشمة تراعي هذه الخصوصية. طيب خلينا نستمع لرد من الدكتورة إلهام، لأن رأيتك تبتسمي وما زلت تبتسمين يا دكتورة. فاطمة هنا ترى أن المشكلة في الأسلوب، ربما أسلوب المواطنة الإماراتية كان شديد الحدة لكن الموقف في حد ذاته سليم، وهو ربما ليس رأي فاطمة فقط، جاءتنا مشاركات عرضتها زميلتي ديانا منذ قليل. هناك من يفرق بين الأسلوب خطأ ربما كان شديد الحدة، لكن هو من حقها أن تدافع عن قيم مجتمعها. يعني سيدي أولا أن أؤكد على احترامي للأسلوب الحضاري الذي تحدثت به السيدة فاطمة، يعني تقديري لها تحديدا لهذا الأسلوب الحضاري في طرح وجهة نظرها. لكن مسألة الخصوصية التي دائما يتم استخدامها عندما يتعلق بدول الخليج والدول العربية والإسلامية تحديدا، دائما ما استخدم هذا المصطلح للتبرير لانتهاكات في حقوق الإنسان. رائد بدوي تم جلده، تم سجنه،
برغم أنه لم يتجاوز لم يفعل سوى أن عبر عن رأيه، وتم تبرير ذلك بخصوصية ثقافية. عندما نرى أن سيد في قطر تم سجنه لشعر لقصيدة شعرية تحدث بها 15 عاما في السجن، يسجن من أجل قصيدة عبر فيها عن رأيه في 2011، عندما نستمع إلى هذا مع احترامي الشديد ويقال باسم خصوصية، أعتبر أن هذه الخصوصية للأسف الشديد أصبحت ذريعة كي لا يتم احترام قواعد إنسانية أعتبرها ملزمة على الجميع. هل من ضمن هذه القواعد يا دكتورة فكرة التصوير بالفيديو؟ لأن كثيرون توقفوا عندها أيضا، أن الحادثة تحولت إلى فضيحة ليس فقط مشادة، لكن تم توثيقها وانتشرت كالنار في الهشيم. وده للأسف الشديد ربما ما أعتقد المسألة فيها جاذبية كبيرة، لأنه هو سيدتان مشهورتان ممثلتان وسيدة محتدة وعبرت عن احتدادها بأسلوب أعتبره فظا جدا. لكن في المقابل أعود لأؤكد مسألة المرأة، مسألة جسد المرأة، ترتدي ما تشاء، حريتها، مسؤوليتها، إرادتها، كل هذه مرتبطة تجدها موجودة ضمن هذا الفيديو. يعني إلى يومنا هذا لا نقبل برؤية أن المرأة بالفعل إنسان حر مسؤول ترتدي ما تشاء. أنا في نفس الوقت وبنفس النفس الذي أقول هذا أقول أيضا أنا مدركة أن الدعوة إلى تعرية المرأة والدعوة إلى تغطيتها تتعامل مع المرأة كشيء جنسي، كشيء لا تتعامل معه كشخص مسؤول. لكن إذا أرادت هذه السيدة أن ترتدي ثيابا، أنا مع احترامي الشديد لم أجد ما يعيب في ملابس الممثلتين، وعندما أرى ما يرتدى هنا لا أرى أي استغراب. وصلنا إلى مرحلة هنا في بلدان أخرى أنه لم يعد لهذا اللحم الذي نخشاه كثيرا لهذا الجسد ما يخيف. يا دكتورة شكرا جزيلا على هذه المشاركة، دكتورة إلهام مانع الأكاديمية والناشطة الحقوقية من بيرن في سويسرا، شكرا جزيلا لوجودك معي. الحوار يتواصل معي عبر أثير بي بي سي بعد قليل. أنا محمد عبد الحميد القطر.